ازيكم يا عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هشرح فكره الـ successive approximation ADC اللي هو الـ ADC اللي بيبقى جوه المايكرو كنترولر او جوه الاتميجا 32. هو شبه الـ ADC الطبيعي بس مع شويه اختلافات بسيطه. الـ ADC الطبيعي بيبقى زي ما اتفقنا، اول ستيج فيه بتبقى سامبلر اند هولد سيركت، اللي هي وظيفتها تاخد سامبل من الانالوج سيجنال او الانبوت سيجنال، وبعد كده بتفضل عامله هولد عليها لحد ما تدخلها على الكوانتايزر والانكودر يحولها الباينري المناظر لمين؟ للسامبل دي. تمام؟ الـ successive approximation شبهه بالظبط بس مع شويه اختلافات صغيره. افترض معايا في الاول ان انت الـ ADC الطبيعي بتاعك هو عباره عن 3 بت ADC، فال 3 بت ADC كان هيبقى مكون بالشكل ده اللي هو 3 بت ADC، فبالتالي الخارج بتاعه هيبقى عباره عن 3 بت، وفي نفس اللحظه كان الرينج بتاعه او الماكسيموم فولت عباره عن 1 فولت. فلو الماكسيموم فولت 1 فولت والـ ADC كان 3 بت، فكانت الريزوليوشن بتساوي 1 على 2 باور 3 او 1 على 8، فكنت هتلاقي ان الريزوليوشن عباره عن 125000. فكان هيبقى الليفلز بتاعتك ان لو الفولت كان من 0 لحد 125000 كان الباينري هيبقى كده، ولو من 125000 لحد ربع الباينري هيبقى كده وهكذا. فكان هيبقى عندك 8 ليفل ان انت عندك ADC 3 بت، وفي نفس الوقت كان الماكسيموم فولت او الرينج كان 1 فولت. تمام؟ طب السكسيف ابروكسيميشن ايه فكرته؟ اول ستيج فيه هي برضه نفس الستيج بتاعت الاي دي سي الطبيعي اللي هو السامبل اند هولد سيركت، بحيث بيخش له في انبوت. الفي انبوت ده هيبقى عباره عن سنسور بيطلع انالوج سيجنال. طبعا احنا عارفين لو سنسور بيطلع مثلا تمبريتشر فتدخله في الاول على ترانسديوسر او سنسور بحيث نحوله لفولتج او الكتريكال سيجنال. المهم الفي انبوت دي هتبقى عباره عن فولتج الكتريكال سيجنال. فاول ستيج هتخش على السامبلر اند هولد اللي هي هتبدا تعمل سامبلنج وتفضل عامله هولد للسكونت السيجنال السامبل ديت لحد ما تتحول لباينري. فالسامبل هتخش هنا اللي هي عباره عن فولت، يعني افترض ان الفولت اللي هيخش هنا هيبقى عباره عن مثلا ربع فولت، بلاش ربع فولت، 27000 من 100 فولت. يعني افترض ان الفولت هيبقى 27 من 100 ايه؟ فولت. ده الفولت اللي هيخش على البنايه دي. طب بيخش عليها حاجه اسمها الكونفرتر. الكونفرتر ده عباره عن اوب امب. الاوب امب دي بيبقى ليها طرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف. لو كانت قيمه اللي على الحاجه الموجوده على الموجب اكبر من او تساوي قيمه الحاجه الموجوده على السالب، فالاوب امب ده هيطلع لوجيك 1. لو كانت قيمه الحاجه الموجوده على الموجب اقل من قيمه الفولت الموجوده على السالب، فالاوب امب ده هيطلع لوجيك 0. عشان كده بنسميه كومبارتر، ان هو بيقارن اللي موجود على البوزيتيف بتاعه مع اللي موجود على النيجاتيف بتاعه، بيطلع اما لوجيك هاي اما لوجيك لو. طب اللي موجود على اللوجيك البوزيتيف بتاعه هيبقى السامبل اللي انا واخدها واللي انا عايز احولها لباينري. طب ايه اللي هيبقى موجود على السالب؟ اللي هيبقى موجود على السالب ده هنتكلم عليه بقى دلوقتي. ان في السكسيسف ابروكسيميشن ريجستر بيبقى مكون من حاجتين، حاجه اسمها الاس اي ار او اللي هو السكسيسف ابروكسيميشن ريجستر، ودوت بيبقى عدد البيتس جوه الريجستر ديت هي نفسها عدد البيتس بتاعت الاي دي سي. يعني لو اي دي سي بيطلع 3 بت اسمه 3 بت اي دي سي، فيبقى السكسيسف ابروكسيميشن اي دي سي ريجستر عباره عن 3 بت. وحاجه اسمها الداك، الداك ده اللي هو ديجيتال تو انالوج، اللي هو عكس الانالوج تو ديجيتال، اللي هو بيخش له مجموعه من الباينري، يعني مثلا يخش له 001 وتكون انت قايل له ان الفي ريفرنس بتاعتك 1 فولت، فيروح مطلع لك الليفل بتاعك اللي هو 0. مثلا ربع تكون انت مدخل له 3 مثلا 011، وتكون قايل له ان الريفرنس بتاعك 1 فولت، فهو يروح يطلع لك الليفل بتاعك اللي هو 0.875. فهو هنا العكس، بتدخل له قيمه الباينري وهو بيطلع لك الليفل اللي انت واقف عنده، ده اللي هو الداك او عكس الانالوج تو ديجيتال. وخارج الداك ده هو اللي هيخش على النيجاتيف بتاع الكومبارتر. طب ايه فكره بقى السكسيسف ابروكسيميشن ريجستر؟ طبعا الفي ريفرنس قبل ما نتكلم عليها، الفي ريفرنس دي اللي احنا اتكلمنا عليها ازاي بنعمل لها سيلكت، دي بتعمل لها سيلكت عن طريق البنيه اللي اسمها ريفرنس اس 0 وريفرنس اس 1، بحيث ان انت ممكن تسيلكت ان الفي ريفرنس ده ممكن يكون الاي في سي سي، او ممكن يكون الانترنال فولت اللي هو 2.56 فولت، او ممكن يكون الفولت اكسترنال انت تدخله على بنيه اي ريفرنس. كويس؟ تمام. فده كده الريفرنس فولتج انت بتظبطه لايه؟ للداك. فاول حاجه فكره السكسيسف ابروكسيميشن اي دي سي ان هو بيروح في الاس اي ار اللي هو بيبقى عدد البيتس بتاعته هي نفسها عدد البيتس بتاعت الاي دي سي، ويروح حاطط في الاول فيها 100، يعني بيجي من الاول خالص كده ويحط واحد ناحيه الشمال خالص. طب ال 100 ده مش هيديك نص الرينج كانك بالظبط واقف على الليفل اللي هو 0.0 لحد 0.625؟ صح، هيديك نص الرينج اللي هو 100، فبيبدا يحط في الاس ار نص الرينج اللي هو واحد ناحيه الشمال والباقي صفار، ويدخله على الداك، فالداك هيطلع الفولت المناظر ليه اللي هو 0.5 فولت، فالنص فولت ده هيخش على البنايه النيجاتيف، واحنا كنا قايلين على الموجب داخل 27 من 100، فمين اكبر النص ولا ال 27 من 100؟ طبعا النص اكبر، فهيطلع ايه؟ المفروض هيطلع لوجيك 0، فطالما طلع لوجيك 0 فهو يروح قالب الواحد اللي هو كان حاططها واحد دي ومخليها بصفر، اللي هي الواحد اللي كانت ناحيه الشمال، ويروح عامل ايه؟ يروح حاطط البتايه الثانيه اللي جنبها من ناحيه اليمين بواحد، يبقى كده عمل ايه؟ كده مبدئيا هو اتاكد ان الرينج اللي تحت ده هو مش موجود فيه، عامل زي فكره الباينري سيرش للناس اللي خدوا داتا ستراكشر والجوريزم، وكده اتاكد لما حط واحد من ناحيه الشمال ولقى ان الواحد ده المفروض يتقلب صفر، عرف ان هو بيدور في الاربعه اللي فوق ما بيدورش في الاربعه اللي تحت، ان البتايه اللي فوق دي ان اول بتايه من ناحيه الشمال هو كان حاططها بواحد لقى ان هي المفروض تبقى بصفر، فيبدا يدور في الاربعه كونديشنز اللي فوق، هيروح حاطط البت
التانية هي اللي بواحد من ناحية اليمين ويبدأ يتشيك. طالما حط البت التانية بواحد من ناحية اليمين كأنه بيتشيك على مين؟ على الكيس ديت. فهيروح مطلعها كام؟ هيروح مطلعها اني فولت 0.4 فولت. تمام؟ فال 0.4 فولت هيخش للبنية دي. مين اكبر 0.4 ولا 27%؟ لا طبعا 27% اكبر من 0.4 فيطلع واحد. طالما طلع واحد فان الواحد ده صح ان هو كان واحد فمش هيقلبه لزيرو. اخر حاجه هيروح يحط البتايه الاخيره بواحد ويتشيك. فطالما حطها بواحد وبيتشيك على اني كونديشن لو 0 1 1 وبيتشيك على الكونديشن ده فيبدا يدخل للداك. فالداك هيروح محولها للفولت المناظره ليها اللي هو الفولت ده اللي هو 0.375. وعلى الموجب داخل هو ده اللي هيخش على نيجاتيف. وعلى الموجب داخل 27% يميل اكبر طبعا 0.375 فيروح مطلع صفر. فيعرف ان البت دي ما كانش اصلها واحد دي كان اصلها صفر. فتلاقي ان الباينري اللي هو المفروض يطلعه هو 010. طب وهل فعلا ال 27% المفروض تقع في الرينج بتاع الوقت 010؟ تعال نبص كده. 27% المفروض ان هي تقع في الرينج اللي هو من 0.4 لحد 0.375. ففعلا هي كانت المفروض لما انا دخله 27% كان هو يطلع الباينري كام؟ 010. فيبدا ان هو يقول لك يطلع لك في الاند اوف كونفرجن دوت 0.010 وده الباينري المناظر لمين؟ لقيمه السامبل اللي انت كنت واخدها من الانالوج سيجنال اللي كانت 27%. طبعا كل الكلام ده كنت بشرح لك فكره 3 بت سكسسف ابروكسيميشن اي دي سي. اللي عندنا في الاتميجا 32 هو 10 بت سكسسف ابروكسيميشن اي دي سي. طبعا احنا عارفين اللي هو في حالتنا احنا اللي هيخرج دوت هيتخزن في حاجه اسمها الاي دي سي لو والاي دي سي ار. فنفس الفكره في الداتا شيت لو بصيت عليها هتلاقي ان هنا بيخش له ايه؟ اول حاجه ده كده عشان بس اكبر لكم الشاشه. ده كده ال 10 بت داك او الديجيتال تو انالوج كونفرتر بيبدا يخش له حاجه من الثلاثه. طبعا في سيلكتور يعني يا اما اي في سي يا اما يخش له اي ريفرنس اللي هو اكسترنال فولتج يا اما يخش له الانترنال ريفرنس فولتج اللي هو الانترنال اللي هو 2.56 فولت. طبعا ده عباره عن مالتيبلكسر وبناء على قيمه الريفرنس 0 والريفرنس 1 هيبدا يحدد ايه هو الريفرنس فولتج بتاع الاي دي سي. وطبعا هنا ده الريفرنس هيحدد لك الريفرنس فولت بتاع الاي دي سي. وهنا عندك اللي هم السبعه سنسورز اللي هم مالتيبلكسد اللي في الاخر هيطلع منهم واحده بس وده كده قيمه الفولت اللي انت هتاخد سامبلز منه. والاي دي سي المفروض ان هو الخارج بتاع الداك زي ما اتفقنا بيخش على النيجاتيف بتاع الكومباراتور والبوزيتيف بتاع الكومباراتور وال كده اللي هو خارج الداك هيخش على النيجاتيف والمفروض البوزيتيف بتاع الكومباراتور هيخش له مين؟ هيخش له القيمه اللي انت واخدها. بس طبعا هو بيعمل هنا في كونديشن عشان لو انت طلبت كنت مختار من عن طريق الماكس 0 لحد الماكس 4 ان انت عايز اني واحده في الشانل دي او لو انت كنت عايز واحده وتعمل لها امبليفيكيشن لان واحده من الكونديشن ان انا كنت ممكن اخد انبوت سيجنال واعمل لها امبليفيكيشن. المهم ان هو الانبوت سيجنال هي اللي هتخش على الموجب وان النيجاتيف دوت هو اللي هيخش له مين؟ خارج الداك. وطبعا الكونفرجن لوجيك ده هو السكسيف ابروكسيميشن ريجستر اللي هو كل شويه خارج الاوب امب بيخش فيه. وهنا بيبقى فيه البري سكيلر لان احنا زي ما قلت لك ان هو الكونفرجن بيتم في 13 كلوك تي كلوك من الكلوكايه بتاعت الاي دي سي. لو الكلوك بتاعت الاي دي سي بدات ان انا اعلي الفريكوانسي عن طريق ان انا اغير البري سكيلر بدات ان انا اعلي الفريكوانسي طبعا عن طريق الثلاثه بيتس اللي احنا اتكلمنا عليهم فساعتها هتلاقي ان التي كلوك بدا يتقل وبالتالي ال 13 تي كلوك خلصوا بسرعه وهو بدا يعمل كونفرجن بشكل اسرع. فطبعا بيخش بيدي الكونفرجن لوجيك اللي هو عباره عن سكسيف ابروكسيميشن ريجستر اللي هو المفروض كل شويه بتشيك وابدا اخزن فيه. وفي الاخر الخارج بتاعه هيبدا يتخزن في مين؟ هيبدا يتخزن في الاي دي سي اي والاي دي سي لو. وهنا بيقول لك عشان الحته اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الاداتي بت ان انا لو كنت عايز اخلي اوتوماتيك تريجر هنا بيتكلم ان انت لو كنت شغال بالانتربت بالانتربت فلازم تكون مفعل انتربت انيبل ولازم تكون هو خلص كونفرجن عشان يخلي لك الانتربت فلاج بواحد عشان يبدا يدي لك انتربت كومبليت ريكويست لو انت كنت مظبطه على الانتربت وهكذا. بس الفكره بس اللي كنت عايز اوضحها لكم هي السكسيف ابروكسيميشن اي دي سي ان هو في شويه اختلافات بس عن الاي دي سي العادي وان هو بيبقى فيه داك يعني جوه الاي دي سي بيبقى فيه داك وان هو بيبدا ان هو كل مره بيبدا يحط في البت على الشمال واحد ويبدا يشفر ويدخله الداك ويحوله لفولت ويبدا يكمبيره بالانبوت سيجنال ويا اما يخلي الواحد زي ما هو يا اما يليبل زيرو وفي الاخر يطلع لك الباينري. والباينري ده اللي هيتخزن في الاي دي سي والاي دي سي واللي في حالتنا هو عباره عن 10 بت سكسسف ابروكسيميشن اي دي سي فبالتالي هتلاقي الداك عباره عن 10 بت. اتمنى الفيديو يكون فاتكم.